بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اف انا هي خدي ام جاشتن اي بو بيشكش كرنا خلاك كاديج برنامج ما تفسير سورة الحجرات. امي فيش رب العالمين كينج باني وي بلند او بري مبدة في قرآني ما تبي هينة ام عمل في قرآني بكين حشرة ملجل اهلي قرآني بيتكرني مرنا ما وساخيا ما سر في قرآني بتن ورب العالمين خلات الشمية مصدر برسقي مبكتن كما دينة اهلي قرآني والدفتشونا قرآني مكري الفيري ام دما يعني آياتا شازدي رب العالمين بما بحثت كتن وكي آياتا شاردي بحث كري قتي عربية قتي ما إيمان إنا رب العالمين قتي ونينا وإيمانا درست أفايا وكيفانا آياتا بازدي وأفا آياتا شازدي رب العالمين بيشن قل أتعلمون الله بدينكم ما هين دين شيخ خديدن كديني ويتشيا ما هين دي بيجن قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض خدي علم زانيناوي ما خانه هندي هندي نشا خديدن علم زانيناوي عرض عسمانا وتنابينا عرض عسمانا ده رب العالمين زانة والله بكل شيء عليم هنديك يا خديه همي تشتي زانة زانا بهمي تشتي عالمة بهمي تشتي عليمة يعني نهما بس عالمة نبس زانا يعني قلك زانة حقيقتها همي تشتي يعني في رب العالمين بيجتن بيجتن رب العالمين تشتي نفسه ودا نائت فشارتني هشيار بن هشيار بن هين هزرك بكن كوهين دي لف دوران الخديكن ودي حيلككن انجي دي حقيقتك راستي فشيرن رب العالمين بيشت اتزان مروفي شو خدان ايمان كشكا ويا راست كشكا ويا منافق كشكا نهين دي نشا خديدن على بكي رب العالمين بيشت ما هين دي نشا خديدن معناه هين نشا خدينادن رب العالمين عالمه علم عرض عسمانة زانت كاشت همية دانا قل أتعلمون الله بدينكم أي ما هندي نشا رب العالمين دين كان كي خدان إيمانا كي إيماننا ورب العالمين عالم وزانا وهمية حقيقة وهمية كتكتا ناس كت زانت هم چندن هر ايكي جي زانت كاشت دلوي دانا بوشي چكو رب العالمين علمي نبس شوابتني وناصت كتو وزانت هنشت كنو تشتي فشار دلفوا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض رب العالم ما في السماوات وما في الأرض رب العالمين زانت كاتشت عسمانا دانا وتشت أرديج دانا معناوية تشتت أردي داويت عسماني دا رب العالمين همية زانتا أري أبي همية زانتا ما دهين البرئين فشارتني معناوية فيه زري نكن رب العالمين والله بكل شيء عليم اشتنجد بشت رب العالمين هميت اشتجد زانتان كعرض عسمان كونوية هنده فره هنده مظن هميت زانتان ورب العالمين يوصف كر يعني اف كوني هنده مظن وتشتد في كوني ذات عرض عسمان ده همية رب العالمين زانتان حتى بيغمبر حديثة كتبه صلاة وتخد السربن مش افتشهين بينن افتشهين بينن في كون هند مظن وفان ستيرا وفان في عسمان هند مظن بر كرسي رب العالمين وكي خلقك يا تبا في صحراك عرش رب العالمين البر كرسي كرسي رب العالمين بر عرشي وكي خلقك يا تبا في صحراك بجا رب العالمين ها أبي همية زانة دي تشوات تو أو تشتي دليتا داتو دي تشوات وفشيري معناوية اتراست بن الدرست بن رب العالمين دا هر ايكشوا حقيوي بدرستاهي بك الدستيوي دا تنهشي نبسرمامي بجاز بسرمانم منافق بخاف اسلامي بين داري حيلة تنهشي الخدي بكي وما يراست با دا رب العالمين افلحي بين تريكات دا بشتينجي رب العالمين آياتا اهفدي شد بجدن بشتن يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك يعني منات التذكن يا محمد كو أو بصرمان بي يمنون عليك أن أسلم يعني هر وكيد بجن ما منتك التذكر يا محمد كسي إيمان بتنينا ما يبتئينا كسنا هاتت في دينة دا أمت هاتين يعني ما فضل السرتهي يمنون عليك أن أسلموا منات الدين سرتها بوهندي تشكويت بصرمان بين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان رب العالمين يقول تنخير بس هين ابزانن
خود منتا دینه سروه کو بره و دی ایمانه. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. طبعا وانا كنت قلت يمنون عليك ان اسلموا اود بجن ما جلا من طال تكري ما جلا قنجال تكري يا محمد اود بصرمان بينو عالم ايمان بتنينا ما يبت اينا عالم يشتد دركتين اود خو مخوان زكي تكري بجت بجوانا شي قل لا تمنوا علي اسلامكم شم من انت ندين سر من هم بينا بصرمان نخير نوا من تكل مكره نا فضل وشي من مصطره بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بس خدم منتك مظن يالوكري كن هين إينا سرّك هدايتي ريكا باش نشاوداي إن كنتم صادقين بس هكا هين الراس بنت آخفتنا خدا. إذا الفيريد بيش تندك هاتن دف بيغنبالي صلاة خد السربن قلت يا رسول الله ما إيمان بتأيناي وهند قومي ديتري إيمان بتأيناي جماعتك اعرابيه بهاتين اش بيشتج بني اسديه بهاتين دف بيغنبال الصلاه في السرب نيل مزقاتي انا قلت يا رسول الله امت هاتين ام شهدك الدين شو خديت مستحق عبادتين وتجي بيغنبال خدي وتتشتج بما نهنرت ولم تبعث الينا بعثا يعني ما افتشتي كري وتتشتج بما نهنرت ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يعني ما جيك شرتناك هروك فلان قبيله شرتك معناوي ما قدر ما قنجك التكري ما منتك التكري امتهات ما ايمان ايناي وتشت جيب ندى ما سرى في ايماني وما شرت جنكره وكي فلان قبيل شر تكري معناوي فضلك البخدينا ام ما منت سر تكري ان رب العالمين اف ايه تهنر قلت يمنون عليك ان اسلموا يعني منت سر تكري كونا ايمان ايناي قل لا تمنوا علي اسلامكم بجوانا كم نتل سر منكن بو اسلامتي اخوهم بسرمان بين بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بس خدم منتك جلك مصن يسر وكري كهينت ان سرك اسلامتي هينت ان ركا ايمان يا نشاوي اذا كيد منت سركي كتن خدي دي منت سركي هندي منت سر بيغمبري كن كوين بسرمان بين نخر اسلام منات السروهي بيغمبري منات السروهي هن شريك الضلالات وسردشون اين سرك هدايتي ورب العالمين هن باراستين وتشتب فايدة يبواسطي في اسلامي يبرسقي ودبتن وتشتب ضرر الدنيا واخرتي دا بواسطي في اسلامي يا في بيغمبري هنارتي او اكو رب العالمين يقوتي هوا فايدة بخجيكري وچو منات رب العالمين نكره وچمنت البيغمبري نكره بيغمبر بيغمبر صلوات خد السر بنهم ايمان بينون نينن رب العالمين خالقي في كونيه جنهد جنهكار تاثير لناكتن وحمدا حمدا حمد مروفت حمدا خديجكن اوجز الملكي زيدناكن وكي علماء بيشتن لا تضره كفر الكافرين ولا يزيد في ملكه حمد الحامدين ضرر كافر رب العالمين ناكت كفر كانت كافر ظلمي يعني ضرر بكن ومروفت حمدا خديجت كنت شتش الملكي رب العالمين زيدا نابت بس خديم من أتال وكري يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا الفيري يعني ربشت رب العالمين من أتال وكري أف إسلام أبو أهنارتي ركا حقيان شواداي هنش باراستين أو نخشيتين ركا غير بسرمانا هنا بواسطه اسلام جهاتين باراستني رب العالمين حمايه واتكت رب العالمين الرحمه بوادبتن رب العالمين منتب ونينا حتى تبيجي مم نتال تكري يا محمد امد بصرمان بينو هندك ديتري بان الشريطة يكري وإيمان جبتنا هنا. إذن فيري اف آيات ابو مهميانا كشمة شجارة نبيجت والله ازي قنج من ياهو كري من ازي نفيجات كما ازي عباداتي كما ازي وعالمت آخر وما ازي هو صو أس وأس وأس يعني هر وكي من تشتكي الإسلامي كري نا مروف سري خدينة سجدي وشكراوي خدي بكتن اف خدي اف إسلام برسقي ما كري افي إسلامي آخفتنا ما يتازا كري عمل ما يتازا كري امش خرابي دايم باش باشيت إنا نسرك براهيكا ما سر في رزيا دنياي ويا أخرتي أمت باراستين خدي منتك وقالك مظنيا المكري تجارة أفا بيت سر هزراما أم دي وكيفانا لإنا أختي بيغنبري خدي صلافة خدي سر مهاتين ده بيغنبري باما يلا قنجي وكري ما وكي فلانا نكرة
رب العالمين بيش تجارة شو منتا ناك خديه التكري خدي منت السربكري. إذا الفيري بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان رب العالمين منتا السربكري ريكا هدايتي نشاوداي بوشي چونك رب العالمين ريكا هدايتي چند هدايت يعني مروف سرهل بي كلا جرى إكدت شت صحراء كده شتن يعني جهة كي ريب نا وكيد بجن ريكا خوان زانتن دي جالك وسطة تعبة إيتو شتو الدرخة زفرة يبا فايدة بس كي ريكا خوب زانتن هر بينغاوة كات هاوي جتن اب وي بينغاوة دي چل إيتن دي روج بروجي غاو بو غاوة دي پيش كاوتن. إذن بينغاوة مت إسلامتي دا چو پشماني تيدانينة چو جارة ام پشمان نابين چو جارة تو پشمان نابي يا بسرمان کتون ویجا بکی و عبادت خوده بکی و گهداری خوده بکی چو جارا تو پشیمان نابه چون که رکا رب العالمین چو تشتی وسط دانینه کتو بیجی والله بلا اوه نبا همه همی تشت معقوله و یه درسته و با دنیای و با آخرته و کرمروویتی تو سرفیرازی دنیای و آخرته عرض و عصمان پیش وزیل خودان ایمانت که سرخاطره و ایمان اوه رب العالمینی دایمه چون که عرض عثمان جندیت رب العالمین نگهداریویتی نوکی من نگهداریتین ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفرو کس جدل جل خودی ناکتن غیر کافر زیده تری عرض عثمان منقادن گهداریت کت کن یا خودیت کن پیشوازی بسرمانت کن کیفا خوابیت اینن سبب هم سبب چه تشتی؟ سبب به ایمانه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان این کنتم صادقین معنای الویره اگر هینت راز بند تو ایمان درسته هبت تو وی آخفتنی نابجی هکه تو راز بیت خدا نه ایمان ده هکه شکل دلیت دانه بتن تو وی آخفتنی نابجی اگر درول دفتنه بتن تو وی آخفتنی نابجی والله من یلک قدر سر اسلامی هیو من یلک یابو اسلامی کریو من یا حوصا و اسی حوصا و پا هندکی دی یهود کنو یه حوصانا یلا جرا بگاوی امرو بکه یلا دی گناه ها کده بید پانه هیش مثل اوروپی هم دی بجین غیری ما پانه او یلا گناه دیتن معنای من ابن وكوانان خدي رحمة مبري او بلاو مصيبات ان انسري كافران ان انسريما او شرم زاليا دنياي واخرتي او تعب زحمتا يا تتريكا وانا رب العالمين نين ريكما بسبب شي بسبب في ايماني بشتين قد ما هيك ايات رب العالمين قلمت اخره هميا بشت ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون رب العالمين او تشتي فشارتي يكس نزانتن العسمان او تعرديدا همي رب العالمين زانتن ورب العالمين زان بصيرة بصير يعني لوت بينتن بصيرة يعني صيغة مبالغة قلك ود بينتن تشتي الحياة تجياناتا يا هر كسكي لدف رب العالمين يبرز نابت بما تعملون او عملية تذكير رب العالمين لا يدبينت برهيكا في سورة تشكو رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع بصير يا قلي خدان ايمانا شو اخفتنا البريا خدي ندن ديني خدي بلا هل يبرهيكا بد شو تشتانا بيجني كشو رب العالمين سميع وبصير تدبينت ودماهيكا في سورة تجي آيات هجدي والله بصير بما تعملون خدي بصيرة يتدبينة أو عملية تكي باش يتدبينة شتش لي برزنابة سياق في آيات بمديارد بتن رب العالمين بيشتن رب العالمين الزان يعني تشتت عرض عسمانة دا رب العالمين الزانة رب العالمين إن الله يعلم غيبة نهما بس أو تشتي أشكرا نأتشتي فشارتيت عرض عسمانة دا رب العالمين الزانة دي تشاوى تول بي اي برزا كرني في توي راز بي في توي درست بي ديال خدي خدي تدبينتن حيلة تلتشيت خالكي بكي بس تنشي الخدي بكي دراوي تشي الخالكي بكي تنشي الخدي بكي تتشي خد ديار بكي اسمرو بكي باشم وابدين بس هكي توي خراب بي دف رب العالمين برزنا بتن شنكي خدي غيبو عرض عصمان اتصانتن رب العالميني ولله ملك السماوات والأرض وكي آيات تدري بشت ملكي خدي عرض عصمانة ولله ما في السماوات وما في الأرض آياتك بو خدية تشتت عرض عصمانة دا إذن عرض عصمانة تشتت دا أبا همي خدية تشكرين أبا إبداع هندا مظن أبا هندسة هندا مظن ورب العالمين تشتش هميا غريب ترجي رب العالمين همية زانتن
اذا رب العالمين بري مدته بري مدت هندي كو امت راس بن جل خدي ام توصى بينكو خوان نفشيرين حيلا نكين ات راس بن جل خدي الدرز بين هندي افت لف دوران الدف مهبن بركتنا كفت جيانا مدى هندي امت راس نبن جل خدي ريكا راس رب العالمين برزق مناكتن جل جران بري خديني كافر برمكتين بوشي قال جا هندي دي بيجن باين بحث ايمان اتكنو بابا كافر ون ايمان خدي هاو نب پیغمبري هاو نب اسلامي هاو نب اخرته هاو وبر خد بركت اوانا وبر خب ده باران الويرتين وبر خب ده پیشکتين وبر خب ده ما او بركه او پیشکتن يا چيا او پیشکتن او او وان گوي خداي خدي او ي گوي خدن خدي بو پیشکتنا دنيا ايدا ي پیشکتين هكروان جي حيله كربانا وكي خدي بت حيله نكن اوانج تزوير كربا وكي خدت بتزوير نكن اوانج ظلم كربا الملات خو خلقي خو وكي خدت بيج ظلم نكن اوج بيش نتكتن بري تشوابين بري اف صفات الدفوان هابين اتباش كتيبين ام تشوابين ما علمها بي ما زانين هابي ما تيجاشتن هابي ما يعني خط وسطن علم وزانين هميتش دست مدابي افروكا اوانا يا دستاوتي يا خدي يبريفد بن قانون ونظام خودی پریفت بن بود دنیای طبعا دید دنیا پیش که بتن او حتی ایواری شول بکتو امت نوستی بین دی چوا خودی یا مویوان وک ایکلی کتن ام ظلمه پاری نانیش ایکو دو بستین دا بمرین و او ی پاری نانی دن ایکو دو دا بجین دی چوا رب العالمین یا مویوان وک ایکلی کتن او ظلم و تعدا امت کین الویری گلک یا مسترش یعنی یاوانا او یعنی غشنينا حيلانينا توزوبانينا تشتي يعني دراونينا كاس نشد حيلة بكت صح كما ظنيت وانا قافا خلطيه كرد اين انسر شاشة تلفزيونا ودي ريرش وشار مزار كنو بهنا كيليدن هافجن سجنا كيفا و ايكي دي دين انجهوي بينما يتما اگر شعبي تخو همي إبادة بكن بآقري بسلاحي مالوان بخن بأرزاقوان قطعكن و چه تشتی حس کنی لیت کنی شنی کات بیشتر پایین بیشتر پنیم بسرمانی چه توش اوه بسرمانتیه او غرب یه بسرمانتیه پریفت بد بود دنیای و یه پیش کتی بو آخرت پریفت نابد و که حیوانات آنن انتحار و کشتن و دفن و زحفه ام نه اسلامی پریفت بد بود دنیای و نه بو آخرتیجی اگر اسلامتی ما یاد درست با بو آخرتیجی منت هر ظالم ابند بین دست در دست دست ظالم او اکودو پیپ کوچین و مال ایکو دو بخوین و بو من همه دنیا باش بتن مشول شیدی ترین نبلا آگر بر ببتی اگر ما ایمانا درست بخودی هبا ها ما افنت کر اذن رب العالمین ید بیجت ما غیب و عرض و عصمانا یعنی چه تشت بر خودی بر زنا بتن یا راز با دار راستی بیت رکاتا و خودی تدبینتن و حیلال خودی نائد کرنی و رب العالمینی اف دینش قصتا نهنارتا اف پیغمبرش قصتا نه نارتنا اف گفت هنده مازن رب العالمینی نکرنا کتو دی چه جهنمی و دیش بحشت محروم بی اف همی رب العالمینی مجده و ما هو بالهزل نیاریه مجدهی و بگیره یا بسرمان رب العالمین ات بشتن چند تشتک دیار ببتن یعنی بری هنگی نه دیار دی تشتی مستر دیار بن رب العالمین غیب عرض و عصمانت زانتن رب العالمین يعني هميت شتات زانت بوشي رب العالمين دا بحسين ديت كد خدي غيبة عرض عصمانات زانت وخدي عرض زانت ويديتني معناوي دا امت راز بين درز بين حيلا نكين ام بيجن خدي هاش منينة امي ظلمي بكين ورب العالمين دي ما بتن بحشتي رب العالمين في تشتي همي بما ديارت كتي الراز با خدي تدبينة عملتا ورب العالمين التعامل الجلتكت وكي خدي في عينة وكي تدفتن بگا بگلک مروفیت هین احتمالا ملکه که مزنه که رئیسه که پاری توی ملایینان و ملیاراتانن بس نه پاری توینه اف مروفه زکات لیت چتن اف مروفه شیوا شوینینه اگر تو حرامش مالوی در بخی بلکی شیوا شوی جوینینه او پاره همی خلکیه او بسر جکتی هری خلکیه گل جاره هنده که اف مروفیت کافری بسرمان بن او پاره که کم کری اپ ریکت خرابیت حرامیت کم کری دی بیشت علمایت بسرمانا چل بی پاره کیم دی بیشت خودی نه پاره تایه دی پرکت خراب حرام یک کم کری و اوانه تایه لازمه تو همیه بکی خیر بده خلکه اشنی که دی بخواد استاوه شوله که پاره یکی نانی حلال بخوتن اذن
اوه نه زنگینن، اوه مفلس دنیای نو یت آخرتی نه، بس وانه هاش خانی نه. اوه چنده ام هاتین دو ماهی خلکی، رب العالمین گل مهمیابتن، اب رزقی ما بکتن، ام قرآن بخوینین، و ام قرآن عمل بی بکین، و ام سر بجین، و ام سر بمرین، و حشر ملگل اهل قرآن بید کرنی رجا قیامتی، خلات شمیه مصدر رب العالمین برزقی ما بکتن، اب ریسپی بچین دیوان رب العالمینی، و رب العالمین بکتت بحشت خدا مجهنم پارزتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.